السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. النهاردة إن شاء الله هنكمل درس مجموعة الأعداد النسبية، هنتكلم إن شاء الله عن صور مختلفة للعدد النسبي. أولا كتابة العدد النسبي ألف على ب في أبسط صورة. مثال: أبسط صورة للعدد 16 على 32، هناخد عامل مشترك أعلى وهو 16، لأن 16 تقبل القسمة على 16، وأيضا 32 تقبل القسمة على 16. إذا 16 على 16 فيها الواحد، و32 على 16 فيها الاثنين. إذا أبسط صورة للعدد 16 على 32 هي 1 على 2. لاحظ أن 16 على 32 و1 على 2 يعبران عن نفس العدد النسبي. تمرين: ضع العدد النسبي الآتي في أبسط صورة 8 على 12. الحل: نأخذ عامل مشترك أعلى وهو 4. اشمعنى 4؟ لأن 8 تقبل القسمة على 4، وال12 أيضا تقبل القسمة على 4. إذا 8 على 4 فيها الاثنين، و12 على 4 فيها الثلاثة. إذا أبسط صورة للعدد النسبي 8 على 12 هي 2 على 3. كتابة العدد النسبي في صورة نسبة مئوية. من اسمها نسبة مئوية، يعني لازم يكون في المقام 100، ألف على 100 أو ألف في المية. ألف في المية هي نفسها ألف على 100. تمرين 2: اكتب العدد الآتي في صورة نسبة مئوية. من اسمها نسبة مئوية، يعني لازم يكون في المقام 100، 9 على 20. الحل: ممكن أنزل 9 على 20 زي ما هي، وأشوف أضرب إيه في المقام علشان يديني في مقام 100. لو ضربت 20 في 5 يديني في المقام 100، زي ما ضربت المقام في 5 لازم أضرب البسط في 5. 9 في 5 ب45، 20 في 5 ب100، إذن الناتج هو 45 على 100، إذن النسبة المئوية هي 45%. عندنا حل آخر: ممكن نضرب 9 على 20 في 100 ونقسمها على 100. 100 اللي في المقام تنزل زي ما هي، المية اللي في البسط نختصرها مع 20، 0 هيروح مع 0، و10 على 2 فيها 5، 5 في 9 ب45، إذا الناتج هو 45 على 100، إذا النسبة المئوية هي 45%. ثالثا، تحويل العدد النسبي من صورة ألف على ب إلى صورة عدد عشر منتهي. لكتابة العدد النسبي ألف على ب في صورة عدد عشر منتهي، نجعل مقامه اللي هو الب ده إما 10، الب إما 10 أو 100 أو 1000. تمرين 3: اكتب العدد الآتي على صورة عدد عشر منتهي. الاثنين على 5. الحل: الاثنين على 5 ننزلها زي ما هي، ونشوف هنضرب ايه في المقام علشان يديني في المقام 10 او 100 او 1000 او 10000. زي ما نضرب 5 في الاثنين علشان يديني في المقام 10، لازم نضرب ايضا البسط في 2. اذا 2 في 2 ب4، 5 في 2 ب10، اذا الناتج 4 على 10 اللي هو 4 من 10. عندنا ملاحظة: بعض الأعداد النسبية لا يمكن كتابتها في صورة عدد عشر منتهي، مثل لو استخدمنا الآلة الحاسبة في إيجاد ناتج العدد النسبي 1 على 3، نجد أن الناتج عبارة عن 0 علامة عشرية، عدد لا نهائي من الثلاثات. ممكن نختصر 0 العلامة العشرية، العدد لا نهائي من الثلاثات، في الشكل ده اللي هو 3 من 10 وجيها نقطة، وتقرأ 3 من 10 دائر. 3 من 10 دائر معناها إن التلاتة دي جنبها عدد لا نهائي من التلاتات. عاوزينكم تشاركونا إن شاء الله حل التمارين دي في الكومنتات، تقول لنا إزاي شرحتها لابنك أو بنتك. تمرين عبارة عن أكمل:
واحد على أربعة بيساوي كام في المية؟ ومقياس السالب أربعة من عشرة بيساوي كام في المية؟ انتظرونا الفيديو القادم مع درس جديد. شكرا لحضراتكم، لو عجبكم الفيديو اعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.